وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إخواني في الله، إنما ماذا تفيد في اللغة؟ هي ما هي نوعها بداية؟ نعم هي تفيد الحصر، لكن هي نوعها نعم كافة ومكفوفة، فتفيد الحصر. ما هو أهم شيء في المساجد؟ واحد، ذكر الله، وإنما هي لذكر الله. فأكثر مكان فيه ذكر لله هو المسجد، ولذا كان العلماء يقولون لا بد من ضجعة في المسجد. يعني إذا أنت بدك ترتاح، أحسن مكان ترتاح فيه وين؟ المسجد. إذا حدا مزعلك، أحسن مكان تغير فيه جو وين؟ المسجد. إذا أنت شفت حدا مضايقك، أحسن مكان وين؟ المسجد، وخصوصا أنه مسجد المسجد الحرام. فأهل الديانة ما بتحمل أنه يمر عليه سنة كاملة ما يروح على العمرة، خصوصا اللي بيستطيع، فتجده إيش كل أكم من شهر بيحوش اللي بيستطيع وين؟ والله أنا في العمرة. يا رجل، ما أنت كنت قبل 4-5 أشهر في العمرة؟ ما بستطيع، بدي ارتاح. هاي انا ارتاح بذكر الله، ارتاح بطاعة الله، خصوصا المسجد الحرام. واحد، الصلاة ايش؟ 100,000 صلاة. اثنين، شو في؟ في طواف. من وين من نلاقي لك طواف في عمان ولا في المدينة؟ ما في الا وين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في المسجد الحرام. طيب بتقول لي أنا والله ما عندي هالعضلات اللي أطوف، فقلنا لك في إيش؟ عربة 58 ريال، تتأجر عربة 15 ليرة، أقل من 15 ليرة، وبتقعد عليها وبتبلش الطوف براحتك وعلى الشحن كبسة هيك، ولا هو ايش بطوف فيك؟ لا تقول لي تعبان. قديش عمرك؟ 70. هاي جاتك عربة. قديش عمرك؟ 30. ما انت زي 70، شايفك انت زي 70، ابو جوز اقوى منك بتاع 70. جيل طالع لي فلافل، ولا حول ولا قوة الا بالله. فاذا انت ما بتستطيع الطواف على قدميك، فظهر عنا حقيقة نعمة كبيرة جدا، وبفضل الله عندما استخدمته. يعني انا طبعا وصلت المسجد الحرام قبل كم من شهر، طفت طواف العمره وخلصنا، قلت بدي اتطوع، فرحت طفت على الطابق الثاني. انا لا ما بساوي، بتحايل، بروح بلبس ملابس الاحرام وبروح بنزل تحت عشان اطوف في الصحن. هذا تحايل، وهذا في محذور شرعي، وهي انك تتعدى على حقوق غيرك. هم جعلوا حقوق الطواف الترتيب لهم، هم أدرى بالترتيب منا. شرطي العسكري الموجود هناك له حق الترتيب، ما له حق المنع، يمنعني من الطواف ما له حق، لكن له حق الترتيب. حق الترتيب على عيني وراسي. شو الترتيب؟ اطلع فوق يا شيخ، حاضر، إلك حق. طب واللي تحت؟ طواف عمرة. خلص كلامك 100%. ما بصير انا ايش اتحايل، فروح ايش البس ملابس الاحرام واسوي حالي إيه؟ كان نازل عمره، ولا انا ايش؟ طيب هذا روح، هذا بتسوي عسك في السيل، مش في العمره، مش في العمره. طيب شو يا سفيان بدك تساوي؟ فطلعت اطوف على الطابق الاول. طبعا قعدت معي عايرتها 55 دقيقة بين المغرب والعشاء. ما أذنش الأذن، نعم أذن العشاء وأنا لسه في الشوط السادس. بعدها خلصت سابع. ثاني يوم جيت أطوف، لقيت معاي شد عضلات، طواف عمرة وطواف تطوع.
لانه عضلاتي احنا بتاعين المدينه معروف عنا كسالى، كل شوي يقول احنا مش شغالين السياره. يا ريت نرجع فلاحين زي زمان ايام جدي وجدك، ولا كانوا لا يعرفوا التعب بالمره، محسوبين فلاحين بالاسم، ولا احنا مدنيين 100%. فايش عاد العضلات شو مالها شدت؟ طيب بدنا نطوف وصلنا واصلين، ولا هو كاتب لك عربه وتعربه هيا الى العربه. فذهبت الى العربه فاذا بها 58 ريال. بس 58 ريال؟ طب قاعدين الناس بتشتري هدايا قاعدين بالمئات، انا مش ماخذ هدايا. هالولاد شرينا لهم كثير والحمد لله عندهم ما يكفيهم، ومن عمان بنشتري، من وين ما كان بنشتري بفضل الله. اللي هو ايش؟ اطلع طوف. يا الله مش تعب بالمره، وقف ادعي، مش حدا فيش حدا بيزمرك. اما الشغله الوحيده اللي ازعجتني، بس شغله واحده، انه كل واحدة الله يجزيها الخير مختمره ومنقبه ودينه ماخذ اولادها، والاولاد يلا يما يلا صغير طالعين فكروها ايش؟ شمت هوا. قلت مليح ما معي عبد الودود، كان هسه صار بده يسوق بدالي، ولا لانه كبسه يضلك ماشي. ذكرنا في الحديقة المرورية اللي حاطين لها اياها بربع ليرة، فبصير بده يطوف ويقول لك والله ما احلى الطواف يابا. ولا حول ولا قوة الا بالله. فيا اخواني في الله، متنفس اهل الديانة هو المساجد. هذه الاماكن هي التي ينشرح صدرهم وتطمئن قلوبهم، ومن اعظمها ان تقضي اوقاتك في المسجد الحرام او مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او الاقصى. نسأل الله ان يكرمنا واياكم بالصلاة في المسجد الاقصى. فعلى ضوئها ان لم يتح لك الثلاثة، فاحرص ان تقضي وقتا طويلا في المسجد المتاح لك.